اشتكى نازحون من مدينة الفلوجة من سوء تعامل الأجهزة الأمنية معهم عند معبر بزيبز جنوب شرق عملية الفلوجة، واصفين معاملتهم بالمهينة. بزيبز رحت ورجعوني، رجعوني تعال إلا تروح إسعاف، وكتب لهم الدكتور من هذا العلاج، حتى كتب لهم هذا السرطان، وأظل يسوي 5 أيام 4 أيام أراجع. ترى الأرز لك إني تعاقد روح بالشط، والله بالشط نيتي عاقد روح انتحرت.